تعالوا النهاردة نعمل خلية النحل الطرية الهشة بحشوة بقى الشوكولاتة كده السايحة، وكمان هنعملها بالنوتيلا بطريقة بسيطة جدا ومقادير موجودة عندك في البيت، مش تاخد معاكي وقت خالص. انا بصراحة انا عايزة اسمي الوصفة دي اسميها البابل، لان هي بجد شبه البابل كده، فظيعة جدا وهشة وطرية وجميلة قوي. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة عندي كوباية من الحليب الدافي، وكمان هنحط معلقتين كبار سكر، وهحط كمان واحد فانيليا، وكمان هنحط رشة من الملح، وهننزل كمان كده بنص كوباية من الزيت، وكمان كيس خميرة. ولو ما عندكيش خميرة كياس حطي معلقة كبيرة من الخميرة. قلبي بقى المكونات كده مع بعض عشان السكر يدوب كده مع الحليب، ويدوبوا كلهم كده مع بعض كويس جدا، والخميرة كمان تتنشط مع الحليب الدافي. وهنا يا ست الكل هننزل بقى بتلات كوبايات من الدقيق، وعليهم نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. قلبي بقى كده مع العجن كده، اعجني كويس جدا، هتلاقيها ابتدت تتلم معاكي، وابتدت كده تتلم العجينة وتنضف من البولة، وتتكون عجينة لينة طرية ناعمة جدا زي ما انت شايفة كده، ما فيهاش اي تشققات وطرية ولينة جدا. هنسيب بقى العجينة بتاعتنا في البولة، وهنغطيها بالاسترتش بقى كده على جنب لمدة ساعة تتخمر. طبعا الجو حر فما كملتش معايا مثلا 40 دقيقة. بعد ما بقى معليت كده معايا وخمرت وبقت زي ما انت شايفة كده هشة وزي الهوا، ابتدي بقى كده تغطيها ولميها من البولة كده، نضفي البولة خالص منها. هكذا بقت جاهزة معاكي، وهتبتدي تشكليها بقى في منتهى السهولة. هتيجي بقى بعد كده بعد ما لمتيها كويس جدا، هتكوني بقى طبعا انت محضرة بقى قطع الشوكولاتة بقى اللي هي الصغيرة اللي هي للحشو بقى، اللي هي مخصوص للمخبوزات، شوكولاته خام عادي، وهتبتدي تكسريها كده، وشوفي النوع المفضل بالنسبه لك وكسريها كده مكعبات صغيره على قد كل كوره صغيره. هتبتدي بقى تكوريها كده في منتهى السهوله. طبعا الشوكولاته لازم تبقي مخرجاها من الثلاجه علشان ما تبقاش معاكي سايحه كده وتبهدلك العجين. فطبعا انا باخد كل مكعب كده صغير جدا مكسره على حجم الكوره، وابتدي احشيه جوه الكور بقى ايه البابل بتاعتي. شايفين باخدها كده في منتهى السهوله، بحط الشوكولاته والف كده. عايزه اقول لك بجد العجينه دي هشه قوي وناعمه جدا وطريه، كانك كده بجد يعني حاجه كده بتدوب في البق، ملمسها فظيع جدا. وتنفع معاكي العجينه دي لخليه النحل، او كمان للباتيهات، او للكروسو، او للفينو كايزر. على فكره العجينه دي متعدده الاستخدامات، جميله جدا وهشه وناعمه وطريه. هتخلصي بقى كل الكمية كده بنفس الطريقة، الشوكولاتة الحشوة طبعا زي ما انت عايزة، اي نوع انت بتحبيه وبتفضليه. هتخلصي كل كمية العجين بنفس الطريقة كده، بس حاولي انك تخلي كرات البابل بتاعتك او خلية النحل تخليها كلها حجم واحد بالشكل ده. انا خلصتها كلها كده، هي رصيتها في الصينية بتاعتي، وبعد كده هبتدي بقى ان انا اغطيها تتخمر تاني ترتاح بس حوالي 10 دقايق كده تاني. بعد ما ارتاحت بقى حجمها اتضاعف معايا اهي، شايفين شكلها بجد تحفة من قبل ما تستوي. بعد كده هكون محضرة بقى صفار بيضة او بيضة كاملة، وهتبتدي تحطي عليها معلقة صغيرة من الفانيليا، وهتبتدي تدهني بقى خلية النحل بتاعتك. وطبعا احنا في الخطوة دي مولعينها على الفرن على الرف الوسط على درجة 180. اول ما تحمر معاكي من تحت كده وتحسي انها احمرت من الجناب، ممكن ترفعيها دقيقتين تحت الشواية، وطبعا تخلي بالك منها عشان ما تتحمرش معاكي وتطلع يعني لونها غامق كده، واحنا عايزينها تبقى لونها ذهبي فاتح. شايفين هنخلصها بقى دهني كده بالبيض، وبعد ما نخلصها دهن هندخلها على الفرن. ودي بقى احلى لحظة في حياتي لما خرجت من الفرن هشة ومنفوخة وطرية بجد فظيعة جدا، مفيش انعم من كده. طبعا اي مخبوزات اول ما بتخرج طبعا بنغطيها دقيقتين كده عشان تطرى معاكي، ووشها يبقى مقرمش كده وفي نفس الوقت طرية خالص. شايفين بقى شكلها بعد ما خرجت بقى من الفرن، جميلة جدا، تفتح النفس من قبل ما احط عليها اي حاجة. هتاخدي كده بقى كورة كده، كوراية كده واحدة من خلية النحل، بص بقى الحشوة من جوه، شوكولاتة سايحة كده بجد فظيعة جدا، سكنة كده وجميلة، بجد تحفة قوي، طعمها مش قادرة اوصف لكم وريحتها عاملة ازاي. شايفين انا هنا بقى مجهزة النوتيلا، عندي اولادي بيحبوها كمان بالنوتيلا من فوق، بجد فظيعة، بتديها طعم كمان وريحة تحفة جدا. شايفين الجمال، حطي بقى خطوط النوتيلا بقى طول وعرض كده، هتديكي شكل حلو قوي وملمس جميل جدا.
بصوا جمالها بقى، انا نفسي بجد تعملوها، وانا واثقه ان انتوا بعد الوصفه دي هتقوموا تعملوها لاولادكم، هتفرحوهم بيها. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسونيش في لايك حلو منكم وشير للفيديو.